كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الهاوته جديده، هاوته واعره عند ام فاطمه اللي كتكون في سوق المسيره، عند المحل في سوق المسيره. شي حاجه واعره، التوب ديال المطروز بقل الثمن، الثمن ديالو داير 200 و300 درهم، عند ام فاطمه تلقاوه ب 3200. بقاو معايا باش تشوفوا موديلات. لوينات الصراحه كيحمقوا، شي حاجه غزاله. انا خديت من عندها براسي 4 ديال التفريشات. اللي بغى يجي لسوق المسيره ويسول عليها، غنخلي النمره ديالها، سولوا على ام فاطمه اللي كتسكن في حدا المحطه. الالوان راه مازال احسن من التليفون، يعني الالوان في الحقيقه كتبان احسن. كاينه الخديه والطلميطه ديالها، شوفوا هذا كيدير، هذا غزال، هذا كيجي بكاردوات فرماجات، كله بالموزون، شي حاجه واعره. شوفوا هذا المبرد طوب في المدروز، كتجي غزاله في التفريشه الصراحه، صبا وعاود. هاد الطلميطه ديالها، هادي بالنسبه اللي بغى يدير بها الطلميطه، واللي ما بغاش يدير بها الطلميطه يدير شارجي، تيديروا بها المدام، تيديروا بها الفرماجات، كتجي غزاله. هادي الطلميطه ديال هذيك الورده اللي وريت لكم. كاينه هادي حتى هي غزاله، كتجي زوينه مرصعه بالعقيق، صراحه شي حاجه غزاله، حاجة زوينة، كتجي شي حاجة اللي رائعة في التفريشة، وآخر ما كاين في السوق هما هاد الشتا التويبات. المبرد طوب غزالة، صبن ورد، زعما كاينة ما تخسر ليكم، وكتفريشة كتجي لاصقة. هي كاينة هادي كلها مطرزة الصم، كتجي غزالة، كتجي غزالة حتى هي المطرزه وفيها الصم. كاين هذه في البلور ديالها حتى هي، شي في البلوروا. كاينه هذه الصراحه حيت المحل عامر، يلا جات السلعه، وقلت انايا جيت غير عجيت عندها، باقا السلعه ما مقاداش ما منظماش، قلت ندير لكم شي فيديو. شوفوا هذه شحال غزاله، شوف كيدايره، شوف هذه الصراحه، هذه واعره، هذه كتحمق. كاينه هادي حتى هي، حتى هي غزاله زوينه، كاينه في الكري، كاينه بلوروا. شوفوا هذا كله بالموطارد، هذا راه موطارد، ما تيبانش مزيان ليا في التليفون، موطارد غزال حتى هو، كله بالصم واعر صراحه، داكشي زوين. المهم المبره كامله ديال تركيا المطروز كلها 3600 كتقول، كتفاهم معاكم، تحيد لكم واحد 10 دراهم الا قلتو لها من الطرف ديالي، حيت انا كليانه ديالها صراحه، داكشي عندها غزال صراحه. محلات تجاريه كبار كيديروا 5600، وكاين شي حاجه ديال 4600، هي كتفاهم مزيان. كاينه هذه حتى هي ديجيتال دايره 60 درهم، كاينه هذه حتى هي في الموف ديجيتال دايره 60 درهم، كاينه هذه في الباج، شكون داير هذه في الباج حتى هي 60 درهم، حاجه الصراحه واعره.
في النبات حاجه غزاله. هذا في الكري حتى هو فيه الصمت جاني بعيد. كاين هادو ديال ديلافي غزالين كيجيو بالكاردوات وفرماجات. صراحه السلعه هنا عندها كثير اللي بغى يجي مرحبا به. زعما اللي زعما بالسرعه راه كيجيو عندها الكليان هي معروفه كيجيو عندها من خارج كازا. هي كاينه في كازا كيجيو من خارج كازا عندها كليان ديالها كتجيب داكشي غزال وثمن جد مناسب. والله الا هذا راه كله بالصم واللوينات صراحه في الواقع كيكون اللون حسن. شي غزال صراحه شوفوا هذا في البوردو واعر. هادشي شحت معلق وطويل ما تيبانش مزيان صراحه في الواقع. الطرزه واللي موتيف اللي فيه كتبان غزاله احسن من التليفون. هذا في الغوز الوريدات زوينين بلورونج وبروج و... هذا خوف في كري شي زوين. عندها ريدوات عندها هذا في البوردو هو غزال. عندها هذا في الموطارد وبلونكاسي بروكار بروكار حتى هو غزال شي حاجه واعره. شحال داير البروكار؟ 80 درهم. هذا غزال والثوب ديالو واقف ماشي داك البروكار اللي مرخي غزال. هادي 3200 هي فانا كنت قلت 3600 3400 هي قالت لي انا غنخلي ليها المغرب 3200. هذا راه في الغوج صراحه غزال. هنا كيبان شويه بحال لاغونج هو راه في الغوج غزال. كاين عندها ريدوات كاين هاد التويبات الروميين دايرين 30 درهم حتى هما. شوفوا هادي في الخضر ملكي غزال السامبل ديالها فاطمه. هادي هادي شحال دايره هادي الثمن ديالها؟ 70 درهم غزاله. كاينين كاينين التويبات حيت المحل يلاه جابت السلعه داكشي باقي ما مرتبش مزيان. كاينين هاد شوفوا هادي في النوار حتى بغيت نمشي وهي تبان ليا قلت لها ندير على فيديو غزاله. هالطلامط ديالها الطلامط ديالها ديبارات اللي بغى يدير بهم المضام كتجي غزاله. ولا فرماجات هادي ديال الطلميطه وهادي ديال المخاد غزاله صراحه داكشي زوين. هاكا هاكا